صاحبنا بتاع زمان. والله العظيم صديقي العزيز، اخيرا هيرجع مصر بعد 15 سنه في الكويت. القش هتبقى معدن وهنلعب بالفلوس لعب. عمو حامد جاب لكم الحاجات اللي انتوا عايزينها، جاب لكم الغساله. ما انت عندك غساله. ما احنا اصلا غسلنا كتير يا علي، انت مالك؟ احنا لو صرفنا الفلوس على الاكل واللبس ما كناش عملنا حاجه. حط الشنطه كده بتاعك تاكل. لا يا حبيبي انا مرتاح كده. ساند الدراع عليها. دورت بطه حبيبي، دورت بطه. شغال في الكويت بقاله 15 سنه. يعني على قلبه شيء وشويات. جبت الفلوس دي كلها من ايه؟ اصبر تنول. عسل. والله انت اللي طحينه. تنساش تبقى تقفل نور الصاله. انسى الموضوع ده. عامله لي فيها ناديه الجندي. 960 جنيه ليه؟ ده بعد الديكساونت. بعد الايه؟ لا في مشكله في اللغه هنا. اللي يقعد هنا يا ياكل يا يشرب. اسمك ايه يا ولد؟ ادريس يا فندم. امال ليه محسسني انك ابليس؟ نقفل حقنا من التحيان. ها؟ سوء تفاهم وهيخلص بسرعه. ايه؟ بيقول لسيادتك سوء تفاهم وهيخلص بسرعه. مش عارف. لا ده انت ودنك زي الفل. هنا في مشاكل. I miss you so so much. هو ده ايه، فريق الباسكت بتاع الاسم؟ لا ده يونيفورم عادي. يا حامد علي، يا حامد علي، يا حامد صاحبك اختفى. بس السكيني مو ضار يومين دول. بمناسبة سكيني بقى، يا ريت تسكيني شوية مية احسن ريقي ناشف. انا عايز فراخ. خد يا حبيبي. لا الواد ده عنده نقرس بس مش فاهم. بابا انا عاوزة فراخ. خد يا حبيبي. لا 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 البنت دي ماشية على نظام. انت كل عيالك عيانين.